رجعنا لكم اصدقائنا المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. عم بترافقونا بندعيكم هلا تنضموا لرفقتنا لانه بدنا نحكي عن موضوع شائك واكيد انتم بتثيروا حوله تساؤلات كثيره، وهو السوشيال ميديا قد ايه بياثر على الناس، واذا نحن بياثر علينا كثير لكن قد ايه عم بياثر كمان على الجيل الجديد، ان كان بنظرته للامور، ان كان بلباسه، ان كان بهندامه، وقد ايه هيدا الجيل عم بيتاثر بلوكات يمكن ما بتلبق له وما لازم يلبسها. للإحاطة بكل خلفيات هذا الموضوع أكيد بصرنا نرحب باستديوهاتنا بيوم جديد بالإيميج كونسلتنت غنوة كساب اللي جيتنا اليوم بالفوشيا. بونجوري. بونجور. كيفك اليوم؟ الحمد لله إن شاء الله دايما. غنوة، السوشيال ميديا سيف ذو حدين، بس مشكلة أنه الجيل الجديد ما عم بتكون معه سيف ذو حدين، عم بتكون معه دايما سيف، لأنه عم بياخد موضة يمكن ما بتلبق له، عم بيشوف شو لابسين هالستارات أو هالناس المشهورين ويلبس وما بيلبق له هيدا الشيء وعم بيروحوا للاكستريم. مزبوط. شو بتحبي تقولي اليوم بهيدا هلا الموضوع؟ هلا نحن كل موضوع بننقيه حسب الكيسز، او بناخذ بعين الاعتبار الكيسز يلي بدقوا بيبي وبيسالوني عن قصص اهل انه اولادهم عم بيلبسوا بطريقه، بالاخص الصبايا يلي كثير متابعين الموضه ويلي كثير ان، يا عم بيلبسوا كثير ان ومش لمجتمعنا ولا لجيلنا ولا لحياتهم ولا لعمرهم، أو عم بينزووا صبايا لأنه عم بيلاقوا أنه هيدي الموضة ما عم تلبق لهم، عم بيروحوا على ستيل بويش، يلبسوا شي فلافي، شي ما يبين لهم جسمهم، لأنه كلهم بالنهاية هدفهم يكون جسمهم حلو. يعني شو ما بتجرب الأم أو اللي محاطين بهالشخص يلبسوها أو يفرجوها أو يساعدوها، حديثة مش حلو علي، ما بيلبق لي، ليكي هي كيف طالعة على الصورة، ليكي أنا كيف طالعة على الصورة. سوشيال ميديا مثل ما حضرتك قلتي إلى سيف ذو حدين، سيف ذو حدين، إلى حسناتها أنه نحن نستوحي منها بس ما ضروري نلبس مثلهم 100%، وبنفس الوقت هي بتحطنا بجو شو الموضة وشو الفاشن 100%. فار اكزامبل هلا رح نحكي عن كم موضة نازلين بيوروب أكتر شيء، ونحن منلحق يوروب، بس بالنهاية ما فيها يوروب تكون عايشة بمجتمعنا، رح نحكي عن كل كيس بكيستها. هيدي الاوتفيت هي من الاوتفيت الديلي، اليوم ما عندنا ظهرات، اليوم عندنا ايامنا العاديه اللي نحن بدنا نلبس فيها از صبايا، صرنا بعمر بدنا نعمل السورتي تبعنا. نحن هون عن اي عمر عم نحكي مثلا؟ بدنا نحسب من عمر ال 15 ونسحب فيها. أوكي. طلوع 15 وطالع. 15 وطالع، لبس كثير مرتب، كثير ناعم، وحتى الالوان كثير متناسقه وبتقطع بايامنا العاديه، لانه انا ما كل يوم بده يكون مثل ما شفت على السوشيال ميديا عم بلبس مثل ما هن لابسين وكون انا ما عندي شيء، يعني رايحه على شغلي عادي، مش بالضروره تكون الغزانه مكبوبه بهيدي الطريقه. سو كل شيء الوان مونوكروم للصبايا يلي بعدهم ضايعين ومش مكتشفين الالوان يلي بتلبق لهم، بيقطعوا عليهم بس اكيد بتوناليتي معينه، يعني مش كل ابيض شفته على مدام شعرها اشقر وانا شعري كستنائي او شعري شتان رح تطلع نفس الافي علي. سو بالنهايه السوشيال ميديا كثير بتحلي وما بينزلوا صور، بالاخص للي عم بيبيعوا اونلاين ويلي عم بيحطوا بوستات تيمشوا برودوي معين، ما بينزلوا لك شيء مش حلو او مش ظابط على الشخص يلي لابسه. صحيح. من الموضه يلي دارجه اللي هو ابيض عباج، من القصص الكثير ايزي اقدر البسها وما تكون عاملت لي لبكه، بالنهايه بعدنا بس على الابيض والبيج، بالنهايه هيدي الموضه بتقطع، بس يلي ما بيقطع فيها بمجتمعنا انه انا اروح على شغلي شفت هيدي الصوره بفليب فلوب مثلا. تانديكو هي نازله بالصوره ونازل ترند انه انا البس وايت اوفر سايز جاكيت او شميز مع جينز اكرو او بانتالون بيج وحط باجري فليب فلوب. اذا انا اخذتها ونقلتها هي ذاتها ورحت على شغلي شو ما كان الشغل تبعي، هو احتراما للاشخاص وللشغل اللي انا فيه، ما مهضومه اظهر بفليب فلوب. صندال بيقطع، كعب شوي صغير بيقطع، بس اكيد فليب فلوب ومثل ما احنا بنسميها باصبع
ما بتزبط. على فكرة يعني هلا أنت أشرتي على نقطة كتير حساسة، لأنه صرنا عم نشوفهم وين ما كان عم يلبسوها، وين ما كان وين ما كان، يعني بعد شوي على العرس بحطوا المشتاي وبيروحوا، إنه ما هي ما مشان هيك نحن كتير بنرجع بنعيد وبنذكر إنه في إيمج معينة ما بدنا نخسرها بحياتنا الاجتماعية، يعني هي ترند ونازلة، بس يمكن الأوروبية بحبزوها أكثر منا، وحتى بشك يعني عم بيمشوها بس صعب كتير تقدري تمشي فيها. تاني ترند كمان نازل هي شميز كم طويل سترايبس كلها تكون رية مع شورت بالشركات الصغيرة وبالورينا. بالشركات الصغيرة، الشركات يلي ما فيها كتير ماس بوبولار، يلي التيم كله بيعرف حاله، ممكن اتقبل هيدي الفكرة وروح بشورت، بس اكيد طوله كتير بيأثر، يعني هيدا الشورت على طول الصبية قاطع، بس إذا الصبية شوي أطول والشورت شوي أقصر تعتبر فوبا ما مسموح روح على شغلة بشورت حتى لو لابسة من فوق شميز. ما فينا نحكي عن اللوك غير إنه كتير حلوة، كتير مرتبة، حتى البوست المتاخد تطلعي البالورينا الألوان الساك روعة. تنسيق الألوان، نستوحي تنسيق ألوان، بس بدل هالشورت يا بأطول يا بي بانت بقدر روح فيهم على الشغل. انا عم بحكي عن الموضه اللي دارجه بيوروب وما عم نقدر كثير نطبقها بمجتمعنا. بس هون سؤال خليني انا افهم، هو شورت اي متى فينا نلبسه؟ يعني مثل ما قلنا هلا صارت مخلوطه القصه، يعني تلاقي ايفنت ورايحين خلينا نعرف اذا الشورت رسمي وانا رايحه على ايفنت وهو عاطي رسمي بس ما عنده شيء على جسمي غلط، يعني انا اذا جسمي فيه سيلوليت اكيد ما بروح بالشورت. اذا جسمي عن جد كتير حلو ولبقلي الشورت بمعنى انه ما خدشت عين حدا فيه، ما خليت العالم تطلع يي شو لابسه هاي، لا بالعكس بدي اياهم يتطلعوا ويقولوا واو شو لابسه. سو الشورت مسموح بمناسبات معينه بس بده يكون نظيف كنظر، يعني ما يخدش لنا النظر، ما حس انه انا عامله شيء غلط خليت العالم يطلعوا انه ولا وما شفت حالها على المرايه وما تظهر. هيدي الترند يلي كمان رح نشوفها، يعني هون بدنا نخبي عيوبنا شوي، يعني بطريقه في ناس صدق ما بيكونوا شايفين عيوبهم، يعني معوده على جسمها هيك، فرقت مع الخبريه بين سنه وسنه شويه سيلوليت ما انتبهت لهم، بس هدول الشويه سيلوليت خربوا لها كل اللبس اللي لبسته، بالاخص مش بس بالشورت، بالقصص الرقيقه والمولونت، الرقيقه والمولونت انت وماشي بده يبين عندك السيلوليت. كتير قصات حلوة وكتير قصات بتجمل الأجسام، حرام نوقع بهيدا الفخ ونلبس شيء مش لبقلنا ونحن عنا هدول المشاكل 100%. هيدا الترند كمان من يلي نازلة بقوة بيوروب، البارت الفوقانية من المايو مع بانتالون لانن أو بانتالون كارغو، ما بحبزها ابدا. لحظه هلا هي رايحه على البحر ولا رايحه على محل ثاني؟ لا 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 رايحه نهار عادي، وحتى الباكيت هات على راسها، الباكيت هات كثير مهضومه بس كمان لها اوقاتها. البارت الفوقانيه تبع المايو هلا بتحسيهم ايام لاني رايحه على البحر، بس انت رايحه على البحر تتنزلي من السياره تتوصلي على البيتش اللي انت قاصدتيه، خليتي العالم كلها تتطلع عليكي بطريقه انه من فيها تتطلع بس تكوني على إليغانس اكثر، يعني فينا نلبس هيدي البارت بس نحط فوق منها شميز، لا نلبس شي كارديغان حتى لو مفتوح بس منه هالقد فلاغران وقوي. هيدي البارت الاساسيه من الحلقه، انه بليز مش كل شيء شوفوا على السوشيال ميديا انه انا بلا هيدي ترند، او كاتبين لي على جوجل انه الترند اوف 2023 هيدول الموديلات وبمشي انا انه لابستهم، لا في شويه تعديل ممكن نستوحي. الكارغو بانت كتير دارج بس بعد بيطلع احلى على توب وان شولدر على ستراب على بتعرفي غنوه هو وين بتصير، يعني مثلا افترضي بتنزل صوره مثل هي على السوشيال ميديا ببلشوا كل الفريندز تبعها يقولوا لها لايك وبتعقدي، واو اصحاب البنات بتعقدي مجامله، بتقوم هي بتصدق وبتصير تفكر انه ما دام هني عم بيقولوا لي بعقد يعني هذا بينلبس وتحصيل حاصل. المجامله هيدي اسمها المجامله، وهيدي يلي كلهم هلا الجيل الجديد وهالصبايا راكدين كرمال نحن نحقق لايكات وتصوير ونجيب مشاهدات اكثر. في الاوتفيت يلي كثير دارجه اللي هي الجيلي يلي بعض الناس رافضينها وبياخذوها انه انا كانه لابسه ستيل، بس شو كثير دارجه
كثير حلوه وانا بلاقيها كثير إليغانت مع بانتالون لارج من فوق لتحت. هيدول القطعتين كثير حلوين وفيني بدل بيناتهم، يعني انا البس نفس الجيلي على غير بانت مش دور يكونوا مونوكروم نفس اللون، فيني البسها على الجينز، فيني البسها على تنوره قصيره كمان، بقدر العب بالموديل مثل ما انا بدي، بس استفيد من هول القطعتين لكذا اوتفيت لقدام بزيدهم على الجاردروب تبعولي. والساندال دارج، هيدا الساندال مثلا بتقيلي غنوه فيني البسه على الشغل ما بيمنع، بس اكيد وقت بيكون مركزي سبور مش رايحة على شغل فورمال، فورمال على طول بنقول لهم خلي الشوسير تكون مسكره من قدام لانه ارتب اكيد. هيدا من الترند اللي بتقطع. هلا دارج كثير كارديغان نلبسهم على الشورتات الفلوري، الكارديغان ليوروب بيقطع ليه؟ لانه بضل عندهم شويه سقعه صبح عشيه، جوهم مش مثل جونا. ايه؟ ما فيني انا اكون لابسه كارديغان وعموت من الشوب، بس انه لانه هيدا اليوم شفته على السوشيال ميديا ولبسته رح يمشي. كل شيء فلوري صغير دارج. ايه في شغله نحن دائما بنلاحظها عند الاجانب، هلا كمان ذكرتيني غنوة، انه دائما مثلا بيلبسوا فطردة تنوره او شورت من تحت عادي ومن فوق بيكون في شيء صوف، فانت يعني حتى بالمسلسلات بالافلام بنشاهدهم انه تكيف مثلا فوق بيكون في كنزه مع شورت عادي. هذا اللي عامل لهم اياه، انه هن مجتمعهم غير، طقسهم غير، اجسامهم غير، لون بشرتهم غير. نحن وقت عم نشتغل على شيء بيشبه بلدنا، بيشبه طقسنا، بيشبه مجتمعنا، بدنا نستوحي منهم ونركب على اساسه، وما بدنا ننسى شخصيتنا شو، يعني انا ما فيني البس حدا او اطلب من حدا يلبس جامب سوت وانا بعرف انه تقاسيم جسمه اكثر قطع ممكن تطلع بشع عليهم هن الجامب سوت الا اذا تخيطت على جسمهم. صحيح. في قصص عم نشوفها ان كان سوشيال ميديا وان كان بالمجتمع، بس لانه شافوها على فلانه لابستها ركضت انا لبستها. في بعد الكلسات مع الكلسات العاليين مع السنيكرز او الشوز السبار والفستان يلي هن بسموه تي دريس. هذا الفستان كتير دارج، بس نحن لقلنا بمجتمعنا بفضلوا انه مثلا يكون له شقة من قدام، ما يكون هالقد از ستيل باف. ايه وكمان التعليقة تبعه يعني ما كتير، هلا التعليقة كتير دارجة، كتير دارجة هيدا الفلوري كتير دارج. صار بتلاحظي منه فيه بس هالقد يكون فلوري صغير. ايه. يعني كنت رح البس لك اليوم هيدا الموديل نحن ما لبسته. بالعكس عليكي كل شيء حلو، بس عم بقول انه تسلمي كثير دارج، والصبايا عم بيروحوا على البراتيل الرفيع اكثر. اوكي. بيقطع، بس اللي ما بيقطع بالفكره انه هو تكون لا الكلسات العاليين. اوكي. لا معقول؟ بس حدا بيلبسهم هيك على الكلسات العاليين؟ هي الترند، هي هي اسمها ترند، بس ما نلحقها، مش ضروري اذا مش ظابطه عنا تمشي على اجسامنا. هيدا شيء بفاجئ عن جد. بتعرفي ونحن اكيد الصبايا والشباب يعني بدهم يشوفوا هيدا الشيء وبدهم يشوفوا 100 لايك اكيد رح يروحوا يلبسوا مثلها. الا هون نحن مجتمعنا قد ايه بيتقبل هيدا الشيء؟ يعني اوقات يمكن بالوجه بيقولوا لها انه يي شو لابسه او شو عامله او مش حلو. جوابها هيدا ترند. ايه هلا رح هي على طول الموضه بتبلش 6-7 اشهر لنبلش نتقبلها، بس في موضه بيخترعوها او بينزلوها وما بتمشي، يعني بتختفي دغري. فكره انه انا لابسه دريس مع سوكس كل الوقت من نادي ومنصرخ بليز وقت لابسين ترينر شوز ما يكون السوكس مبين على قصص مش رايحه على السبور. طلعي هلا الترند اللي مطلعينه، السوكس واصل تقريبا على نص الملي، اللي هي انه ولا ممكن انا اتقبلها شوفها قاعده حاطه مثلا اجر فوق اجر ويبينوا، يعني حتحسي عيون في العالم في شيء النظر مش حيتقبله. سو بليز صبايا هدول القصص يلي دارجين بدنا ننتبه لهم، ناخذ بعين الاعتبار كاركترنا نحن شو بيلبق لنا ونلبسه، مش لانه نزل على السوشيال ميديا وتاثرنا. ولكل صبيه ما عم تعرف تلبس، ما عم تعرف تلاقي حالها، في اشخاص اكسبير بيرسونال ستايلست، هي بتقعد معك بتحكيكي بتطلع منك شو بتحبي، شو القصص اللي زعجتك، ليش رافضه نهائيا تلبسي تنوره، حاطه فوكس براسها انه انا اجري مش حلوين. يا عمي انت شو شايفه من الاجرين المش حلوين؟ ما في حدا مش حلو
في حدا بده يبرز الحلو بجسمه تيقتنع بحاله. 100%. الاكسبرت تقدر تضوي لك على القصص الحلوه وبتساعدك عليها. اكيد. وغنوة ما في حدا جسمه بيرفكت يعني، حتى حتى المانكان بدك تلاقي اذا هي هون لازمك، ما في التوب موديل، ما في حدا جسمه كامل مكمل. نحن ذكينا انه نبرز الحلو ونخفي المش حلو ونخبيه شوي. هون دوركم يعني قد ايه مهم انتم عن جد تشوفوا هول الاشياء، لانه الواحد ما بيشوف الاشياء اللي فيه، بيشوف الاشياء اللي بغيره. هلا شوي صاروا يتقبلوا. يعني انا وقت بيجيني مثلا اتصال مدام بتقول لي بنتي فقعت لي قلبي ما عم بعرف شو بدها تلبس، بزقل ما بتحب الشوبينج، ما بدها تظهر، بزقل لها كل شيء في تياب ولا شيء في بيعجبها، ببدلهم كلهم برجع باخذهم لإلي. بدي اقعد معها ساعة وساعتين وثلاثة وافهم شو مشكلتها وخليها تجرب وتقيس تعرف فريمون هي شو بتحب، وما تضلها فوكس انا لابسة بنطلون لوس اسود وتوب نص كم سوداء ومغطاية كل جسمي ما مبين منه شيء. غنوة بيعذبوكي كثير الصبايا بهالعمر؟ يعني بتقولي لهم شيء لا ما بيقتنعوا، عنيدين، لا انا هيدا ما بيلبق لي، ما بحبه، مش ترندي؟ على طول بده يكون عندي بلان A وبي وسي. مين بيساعدني ان باراليل وقتها بتكون لبست بعد جلسات وجلسات وظهرت بالمجتمع وما ضل في انسان بهالمجتمع غير ما قال له واو يي شو مهضوم اللون عليكي، اول مره بشوفك لابسه لون شو حلو شو ظابط، او هيدي القصه شو ما بحياتي شايفتك لابسه هيك. دغري بدي اقول لي، بتقول لي ما بقى رح اعمل شيء غير ما انت تقولي لي، ما بقى رح البس شيء غير ما انت تنصحيني. في قصص بتفش عليها، بمعنى بتنقي هي شو عبالها شو عبالها شو عبالها، اذا نحن ظاهرين از بيرسونال شوبر برجع بقطعه وحده بقول لها بدك تسمحي لي هيدي بدي انا اياكي تاخديها وبدي بكره تلبسيها. بكون في شويه هيك ازعاج، بس تلبسها بتصير هي، انا بعلمهم يقروا عيون البشر لانه الناس مش على طول بتعبر لك انه صحيح تيابك حلوين او واو اليوم كيف مبينه، بس على العيون بيفضحوا او النظره بتطلع ببين عليها اذا حبوا ولا ما حبوا. بس تاخذ هيدي الافيه انه انا شافوني لاحظوا انه لبست خلص ماشي حالها. يعني غنوة كساب شكرا كثير اول شيء لحضورك معنا، شكرا على هيدا الموضوع، وصدقوها لغنوة ومشوا مثل ما بتقلكم لانه بالنتيجه في مصلحتكم وجمالكم، وخاصه للصبايا الحلوين يلي عن جد بدهم حدا يدعمهم، وبهالوقت المراهقه يلي بيكون الواحد اصلا ضايع مضيع بده حدا بالقليله باللبس يحسسك اني انا مرتاح، انا عم بفهم عليك وبعرف شو بدك. غنوة شكرا كثير لك. ميرسي سحر لكم كمان. اهلا وسهلا فيك اصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح فسحة إعلانية صغيرة كتير ونعود، خليكم معنا.